نرحب بكم أبنائي وبنات الطالبات والطلاب والطالبات، ونكمل إن شاء الله المحاضرة الخامسة في الغذاء، نتكلم فيها على جانب مهم جدا في الغذاء وهو طرق حفظ الأطعمة. هنتكلم في هذا الباب عن طرق حفظ الأطعمة وكيفية فسادها ولماذا تفسد هذه الأطعمة. إذا ضروري جدا نقوم بأن يكون لنا معرفة عن طرق حفظ الأغذية، وسنتكلم أيضا عن كل طريقة وعن مدى تأثير هذه الطريقة على القيمة الغذائية للغذاء اللي بناخده. أول طريقة وأهم من أهم الطرق لحفظ الغذاء هو التبريد. طبعا حفظ الغذاء يعني يكون بعيد عن مواد تلوث من بكتيريا أو غيرها. فطبعا التبريد هو يمكن يعتبر من يعني من أقدم الطرق في عملية حفظ الغذاء. الفكرة في التبريد بأنه إحنا قلنا الغذاء ماذا يفسد؟ يا إما يكون في ميكروبات أو أنزيمات بتتحلل تحت الغذاء نفسه، إذا ميكروبات أو أنزيمات أو تفاعلات كيميائية. التبريد درجة الحرارة، التبريد اللي من 0 إلى 4 درجات مئوية، إذا تعرف التبريد هو من 0 إلى 4 درجات مئوية، تقريبا 4 درجات مئوية بتكون يعني بالموجب، 4 درجات مئوية بالموجب. هذه من 0 إلى 4 درجات مئوية الغذاء أو الأنزيمات غير قادرة على التفاعل، البكتيريا غير قادرة على العمل في ظل درجة الحرارة هذه، لأنه دائما عشان الأنزيمات تشتغل وعشان البكتيريا تشتغل دائما تحتاج إلى درجة حرارة إلى حد ما فوق 20 درجة. فإن حفظ الغذاء عند من 0 إلى 4 درجات مئوية هذا يقلل ويوقف عوامل الفساد. إذا التبريد، ميزة التبريد، وهذه ميزة مهمة جدا في التبريد، بأن التبريد يحافظ على شكل الغذاء الأساسي، على شكل الغذاء الأساسي وأيضا على فائدته. يعني لما أنت تحط خس في الثلاجة، بعد 3 أيام تأكلها على شكل خس، ليس بدون أن تكون معلبة أو مجففة أو مفسة أو غيره. إذا هي التبريد هو عبارة عن يحافظ على الشكل الغذاء الأصلي، ويعتبر عشان هيك التبريد والتجميد يعتبر من أحسن طرق الحفظ. إذا التبريد والتجميد يعتبر من أحسن طرق الحفظ، ليش؟ لأنه يعني يحافظ على الشكل الأصلي للمادة. تجفيف، تجفيف قديم 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 جدا للحفاظ على المواد الغذائية. وبنقول احنا هنا بانه لما قلنا بانه المية مهمة وهذا معروف، الرطوبة او الماء مهم جدا لنمو الميكروبات او تفاعل الانزيمات. فالتخلص من الرطوبة والماء هذا يوقف نشاطات الانزيمات ويوقف نشاط البكتيريا. فاذا تجفيف المواد الغذائية يساعد على إبطاء عملية الفساد. طبعا في كثير من الطرق هناك للحفظ، والآن صار في ماكينات وقدر يعني لا ننتظر الشمس أو غيره، في ماكينات الآن تعمل على تجفيف اللي هو عملية التجفيف للمواد الغذائية. لكن يعتبر التجفيف عن طريق الشمس من أسوأ طرق الحفظ. ليش؟ لأنه له طريقة، له تأثير كبير على الفيتامينات الموجودة اللي بتأثر بالضوء زي فيتامين B2. إذا التجفيف بالشمس يعتبر من أسوأ طرق يعني التجفيف. ليش؟ لأنه الشمس تؤثر على بعض الفيتامينات الموجودة وخصوصا فيتامين B2، عشان كده لا ينصح به التجفيف عن طريق الشمس. الطريقة الثالثة في حفظ المواد الغذائية هي التجميد. وطبعا نتكلم هنا عن التجميد يا جماعة، ما نتكلمش عن 0 درجة مئوية. التجميد هو نتكلم عن ناقص يعني تقريبا ناقص 65 درجة مئوية، يعني ناقص فوق 60 درجة مئوية. إذا التجميد هنا يعني بنعتبر بأنه بنتكلم عن ناقص، يعني هي الفرق بين التجميد والتبريد. التبريد فيش في تجميد، التبريد من 0 إلى 4 درجات مئوية، بينما التجميد يكون من فوق 60 درجة مئوية بالناقص. هذا عشان يجمد تماما الغذاء ولا يحدث أي تغيير في كبير في القيمة الغذائية.
والتجميد يعتبر من احسن طرق الحفظ، زي التبريد. ليش؟ لانه احنا بنحط اللحمه بنحطها في الثلاجه، بعد يوم يومين اسبوع اسبوعين بناكلها وبنسكلها على شكل لحمه، ليس بالضروره ان تكون معلبه او غيره. اذا فهو اقرب للطبيعي والحفاظ على قيمه الغذائيه. والتجميد يا جماعه يحافظ على القيمه الغذائيه تحت اللحوم، بالذات نتكلم عن اللحوم، يحافظ على القيمه الغذائيه تحت اللحوم. فقط هناك بعض الفيتامينات ممكن تتأثر بعملية التجميد، زي الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهن، زي الكي والاي والدي والاي. طبعا هذه بتأثر، يعني الفيتامينات بتأثر بعملية التجميد. لكن انا لما باكل اللحوم بشكل اساسي مش بتطوع عشان احصل مع فيتامينات، انا باكل اللحوم كمصدر لمصادر البروتينات، والبروتينات لا تتأثر بالتجميد الا اذا تم هناك عملية تسييح وتجميد، تسيح وتجميد، لأن في عملية تسيح تفقد الكثير من البروتينات، وهيك بصير عندنا يعني تقليل بالقيمة الغذائية. إذا التجميد يعني يحافظ على القيمة الغذائية للحوم، تجميد اللحوم بالذات، لكن هناك بعض أنواع الفيتامينات الذائبة في الدهن ممكن تتأثر بال إذن الطريقة الثانية الرابعة في بعد التبريد والتجميد والتجفيف تأتي التعليب. التعليب طريقة مهمة، وكثير من احنا اكلنا بيكون عبارة عن شكل معلبات. لماذا المعلبات؟ المعلبات تستطيع حفظ يعني الغذاء لمدة طويلة، يعني بعض المواد الحافظة بالغلي الغذاء. إذا ما مدى تأثير التعليب على القيمة الغذائية؟ حسب الخطوات اللي احنا بنعملها. يعني إذا كان هذا التعليب أو تعليب يعني يعتمد على عملية غليان، إذا هنا خسرنا كثير في عملية الغليان للمادة الغذائية. أيضا إذا كان فينك تقطيع، إذا عملية التقطيع أيضا يعني تقلل من القيمة الغذائية. عملية الغسيل اللامتناهي أيضا تقلل من القيمة الغذائية وتفقد الكثير من الفيتامينات. وطبعا المعامل الحرارية أيضا زي ما تكلمنا، الغليان وغيره ممكن يفقد جزء من الفيتامينات. فإذا تأثير التعليب على القيمة الغذائية هو ما يتم في التحضير في عملية التعليب. التخليل، كنا عارفين التخليل وهو نعمل المخللات. ليش تخليل ممكن يحافظ على القيمة، بحافظ على المادة من الفساد؟ لأن وجود الملح، الملح بيسحب رطوبة من الميكروبات، بحيث هذا الميكروبات وبوقف نشاط الأنزيمات، بحيث أن هذه الميكروبات لا غير نشطة في الوسط الملحي، وهي يعني موضوع الضغط الإزموزي وما فيش مجال نشرحه، أنه هي بتسحب المياه من الأقل تركيز إلى الأكثر تركيز. أيضا في عملية التخليل، في عملية التخليل، التخليل يؤثر على القيمة الغذائية حسب نوع وحسب طريقة التخليل. إذا كان بدي أعمل والله أنا بعض المخللات ولازم يتم غليان المخللات، أكيد هذه المخللات فقدت الكثير من القيمة الغذائية. لما أتكلم عن مثلا مخلل البتنجان مثلا، أكيد أنا لازم أغليه قبل ما أعمله التخليل. لكن لما أتكلم عن مثلا وهذا بيفقد كثير من الفيتامينات، لكن أتكلم عن مخلل الخيار أو الفلفل، أكيد أنا مش لازم أغليه، فهذا بحافظ على القيمة الغذائية. النوع السادس اللي هو التسكير. زي ما بعمل الملح بعمل السكر، نفس الفكرة. الملح ايش بيعمل؟ بسحب الرطوبة والمياه من الميكروبات، فعشان هيك الميكروبات يؤدي الى قتل هذه الميكروبات ويعني عدم نشاطها. فطبعا هذا بيؤدي الى انه التسكير عبارة عن مادة حافظة، السكر عبارة عن مادة حافظة. عشان هيك بنقول يا جماعة ان الملح او السكر ليس له تاريخ انتهاء. ليش؟ لانه بيفسدش، انه عبارة عن مادة حافظة. غير صالح انه والله الميكروبات بتنمو بموضوع السكر او الملح في السكر ومادة حافظة.
أيضا تأثيره على القيمة الغذائية حسب الخطوات التي تمت أثناء عملية التسكير. والله أنا في أثناء عملية تحضير المربيات أنا بضطر أغلي هذه المربيات بشكل كبير جدا، أكيد إذا المربيات فقدت الكثير الكثير من اللي هو القيمة الغذائية. أما والله كان في بعض الفواكه المسكرة فواكه معينة وأحط عليها بعض السكر أنا عشان أحافظ على من الفساد، إذا هذه أيضا تحافظ على القيمة الغذائية بتاعتها. التمليح، التمليح المقصود فيه يا جماعة زي ما تكلمنا عارفين التمليح اللي هو عملية أنا بضع ملح زي عملية اللي هو لما بعمل الفسيخ، مش زي الفسيخ، هو زي الفسيخ، مش بعمل الفسيخ مثلا، عملية التمليح إن أنا بعمل الفسيخ اللي بحط عليه ملح أو حتى ملح يعني بشكل يدوي، بكون بضع عليه الملح وشكل الملح يؤدي إلى إنه يعني الميكروبات لا تستطيع العيش في هذا الوسط، ويؤدي إلى حفظ الغذاء. إذا التمليح يؤدي إلى حفظ الغذاء وهو الطريقة السابعة في اللي هو حفظ الغذاء. الآن هنتكلم عن فساد الأغذية. إيش يعني فساد الأغذية؟ هو وصول أي مادة سواء كيميائية أو كانت حية للغذاء تجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي. ليش؟ لأنه بغير لنا اللون أو طعم أو رائحة، أو يعني هذا يؤدي إلى السمية في الإنسان على المدى القصير أو البعيد. إذا أي مادة كيميائية أو كائنات حية تجعل غير صالح للآدمي، لأنه يعني هذا هو عملية الفساد الأغذية. ناخذ كل جزئية بجزئية. مثل لحم الدجاج، انا رحت على المحل وبدي اعرف الدجاج اللي اعطاني اياه المغلف اللي اعطاني اياه الراجل هذا، او الدجاج المغلف هذا هو مبرد، هل هو فاسد او لا؟ هناك علامات على فساد، على مظاهر علامات فساد لحم الدجاج. اول حاجه دائما لازم استعمل حواس الخمسه تاعي، حمز قهوة حمزة، اللي هي الذوق والشم، الذوق والشم واللمس وطبعا الرؤية أو النظر. يعني إذا أنا بشوف النظر، بستخدم النظر. إذا كان في لون اللحم لون مزرق رمادي يعني مش وردي أو مش زهر، فطبعا هذا يعتبر فاسد. ايضا لازم استعمل حاسيه اللي هو الشم. اذا حاسيه الشم انا انبعاث اي رائحه كريهه من الدجاج يعتبر فاسد. ايضا لازم استخدم خاصيه اللمس، انا بلمس الدجاج نفسه، بضغط على الورك مثلا او الجزئيه منه. اذا كان هذا اللحم الدجاج فقط، طبعا لحم الدجاج او الحبش او نفس الشيء، فقد المطاطية، ايش يعني فقد المطاطية؟ يعني لما تضغط عليه وترفع ايدك بيبقى زي الحفرة، يعني لا يعود الى حجمه الى شكله الطبيعي. فاذا هذا اللحم فقد خاصية المطاطية وبصير طري واخو. ليش؟ لانه استعملنا نوع من تهتك، الفساد عندي نوع من تهتك في الانسجة وعدم مرونة لهذه الانسجة وعدم مطاطية لهذه الأنسجة، فتلاقي الإصبع بغوص وحتى لما ترفع إيدك ما برجعش. عند أول بعدين أن أيضا الرائحة الكريهة قد تنتج عند إلقاء قطعة القم اللحم في الماء، نشم رائحة كريهة غير طبيعية. طيب أحيانا الفساد بيكونش مبين عندي، بضطر أنا أجيب اللي هو السكين وأنا أوصله للعظم، عظم الدجاج، وأشم رأس السكين. فإذا كان رأس السكين له رائحة فإذا الدجاج فاسد. ليش؟ لأنه أول ما يفسد في الدجاج العظم، ثم العظم يعني يذهب يعني ينتشر إلى الأجزاء الأخرى. طبعا لو كان عندي والله يعني طيور مجمدة أكيد أنا مش هقدر أعمل فيها إشي، لأن هي بتكون متماسكة ملهاش رائحة يعني كل إشي. فإذا أنا هنا لازم أستنى أسيحها، وبعد ما أسيحها
ببدأ أفحص أو أعمل نفس الفحوص السابقة. هنا خلصنا علامات فساد لحم الدواجن. طيب الأسماك، كيف بدأ في هذا السمك؟ يعني طازم أو خربان فاسد؟ أول حاجة إنه جداره البطن بيكون مدلل، البطن بيكون مدلل إيش؟ يعني كأنه البطن بيكون مدلل، كأنه في زيادة تحت البطن نفسه بيكون مدلل، الجدار بيكون أخو، لون الخياشيم طبعا إحنا عارفين يكون الموضوع هذا، لون الخياشيم بيكونش وردي أو بيكونش ذهب، بيكون على شكل بني، العين بتكون غير لامعة، العين غير لامعة وكأنها تغور إلى الداخل، العين غير لامعة، يجب أن تكون العين لامعة، تجب أن تكون خياشيم يعني ظهر أو وردي يعني، لازم يكون أيضا يكون الجدار غير رخو والبطن غير مدلل، أيضا القشور، القشور يسهل انفصالها في السمك الفاسد. فلما أنت تجيب سمكة وتقشرها وتقشر معك بسهولة، اعرف إنه في إشكالية في هذا السمك. كل ما كان القشر ملتصق أكثر بالسمك، كل ما كان يعني هذا السمك يكون طازة أكثر وأحسن. المعلبات، ما هي مظاهر فساد المعلب؟ كيف بدأ هذا المعلب مسكرة؟ هذا قلنا بنشم وكل إشي طب المعلبات مسكرة، كيف بدنا نعرف علامات الفساد في المعلبات؟ أول حاجة الانتفاخ، الانتفاخ في الجهة أو جهتين، وطبعا بكون أحيانا أيضا انتفاخ الجهة من وين؟ إنه والله في عندي بكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتونيوم، هذه البكتيريا بتشتغل وبتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيعمل عملية انتفاخ للعبوة. إذا لما يكون في عندي انتفاخ للعبوة معناته في عندي غاز، معناته في عندي نشاط لبكتيريا بالذات الكلوستريديوم بوتونيوم، وهذا بيعمل بوتوليزم وهو يعني مرض خطير ممكن يؤدي إلى الوفاة، ممكن يؤدي إلى الوفاة. أيضا لو كانت انبعاش، لو كانت هذه مبعوجة، إيش مبعوجة؟ يعني مطعوجة أو مرمية أو مبعوجة، ممنوع أيضا نشتريها. ليش؟ لأن المبعوج هذا بيكون في عندي يعني المبعوج هذا ممنوع نشتري لأنه بيعتبر فاسد. ليش فاسد؟ لأنه هنا يكون هناك طبقة من الورنيش وتكون هي مغطية السطح الداخلي، تمنع تفاعل المعدن مع المواد الغذائية الحامضية. عند تكسر، عند الانبعاج تتكسر هذه الطبقة، طبقة الورنيش، مما يؤدي إلى تفاعل المادة الغذائية الحامضة مع المعدن تاع العبوة، وهذا بيؤدي إلى أنه يعني يكون يعني خطيرة وفاسدة. طبعا لازم يكون عندما نفتحها أيضا لازم يكون ما يكونش لها أي رائحة عند فتحها، وما يكونش في صدى عليها يعني، ولا الصدى هو علامة من علامات الفساد. طيب مظاهر فساد اللحوم، كيف بتعرف إنه اللحمة هذه فاسدة؟ احنا تكلمنا عن الدجاج لكن اللحوم عم نتكلم عن اللحوم. لون اللحم يجب ان يكون قرمزي، هو هذا اللون اللحم طازج. وليش؟ لانه فيه صبغه اسمها صبغه الميوجلوبين، يعني اللحم ما عندوش هيموجلوبين زينا، اللحم البقره وغيره ما عندوش هيموجلوبين زينا، عنده ميوجلوبين. هذا الميوجلوبين قد تاكسد الى ميتا ميوجلوبين، إذا كانت أكسد إلى ميتا ميكروبين فإنه هذا بيظهر، بيتغير لون اللحم إلى اللحم إلى اللون البني. إذا تأكسد الميوجلوبين إلى ميتا ميكروبين يؤدي إلى يعني ظهور التحول من اللون الأحمر القومز الجيد إلى اللون البني، وهو من علامات الفساد. أيضا من علامات الفساد أنه قد يعني تظهر بقع يعني زرقاء لماعة على سطح اللحوم بسبب نمو البكتيريا الزائفة المتعلقة سيودوموناس فلوسانس. إذا كنت اشتريت عبوة من اللحوم ولقيت عليها يعني طبقة من الثلج، طبقة من الثلج، عبوة أنت اشتريت عبوة من اللحمة لقيت عليها طبقة من الثلج تحت طبعا تحت النايلون، اعرف أن هذه اللحمة قد تم يعني تبريدها ثم تجميدها، تبريدها وتجميدها. بنأكد مع بعض كلنا أن
التبريد أو التجميد لا يقتل البكتيريا بينما يوقف نشاطها. إذن التبريد أو التجميد لا يقتل البكتيريا بينما يوقف نشاطها. فعند عملية التبريد والتجميد هنا يكون في تنشيط للبكتيريا في عملية التسييح، خلينا نقول التسييح، في عملية التسييح، وعند التجميد تبقى العدد كما هو ثم نخرجها مرة أخرى فتبقى فتتم عملية التسييح إذا في سير نمو للبكتيريا اللي كانت فيها أساسا، لأن عملية التجميد لا تقتل البكتيريا ولكن تثبط من نشاطها. البيض، ما هي مظاهر علامات البيض؟ أيضا البيض ممنوع يكون عمره أكثر من 30 يوم، يعني البيض المكسور ممنوع يتم استعمال البيض المكسور، ممنوع استعمال البيض المكسور. ليش؟ لأنه في عنا بكتيريا سلمونيلا اللي ربنا خلق القشرة لهذا البيض عشان يحفظها، مش لأنه هيك. فإذا كان كثرت هذه القشرة ممكن يؤدي إلى وصول البكتيريا سلمونيلا إلى البيض، وهذه يعتبر وسط ملائم جدا لنمو البكتيريا البيض، هذا ممكن يؤدي إلى تسمم بسلمونيلا. طبعا الثلاجة لازم يجب حفظ البيض بالثلاجات أو بغرف التبريد. عشان أعرف البيض اللي عندي أنا كويس ولا لما أنا أطوقه في الصحن أو في كذا، بكون عندي يعني لا يتجانس الصفار مع البياض، يعني بيختلطوش مع بعض، لا يتماهوش مع بعض، بكون كل منفصل عن الثاني. كل ما كان الصفار منفصل ملتصق وصلب ومحافظ على شكله ومش مع البياض، إذا هذا يعني بيض غير فاسد. لكن لما أنا أطق البيض ولقيت التنتين الصفار والبياض اختلطوا مع بعض، هذا بدل إنه البيض فاسد. تكلمنا عن يعني فساد الأسماك، هنتكلم عن فساد الأغذية المجمدة. أيضا تكلمنا عنه فساد الأغذية المجففة. ما هي الأغذية المجففة؟ كل البقوليات تعتبر أغذية مجففة، الدقيق يعتبر أغذية مجففة، الحبوب، المكسرات كلها تعتبر أغذية مجففة. في عندي أيضا فواكه مجففة وخضروات أيضا أحيانا نستعملها مجففة. إيش الفساد ممكن؟ هي لأنها مجمدة مجففة بتوقع شنو فيها بكتيريا، لأنها مجففة إذا ما فيش فيها رطوبة، إذا أو ما إذا فيش فيها بكتيريا، إذا هنا فقط بخاف من حاجتين اللي هي الفطريات أو الحشرات، الفطريات أو الحشرات أو حتى القوارض أحيانا بتصير. فطبعا أي لما تكون هي هذه الفوق، مثلا لما نتكلم عن البقوليات أو نتكلم عن المكسرات، إذا كان فيها ثقوب بنعرف إنه كان في عنا حشرات بشكل كبير كثير، الحشرات هي بتعمل عملية الثقوب. أيضا ممكن أحيانا زي الأعفان تكون موجودة على بعض أنواع الفستق، أحيانا بتشوف بعض العفن، هذا من العفن أخضر، هذا يعتبر من الأعفان أو من الفطريات. الطرق الصحيحة لحفظ الطعام، طبعا يعني الحليب لازم يحفظ في الثلاجة بعيد عن الضوء، الخبز في أقل درجة ممكن، مش كل ما تسخن أكثر الخبز كل ما كان فقد أكثر من فيتاميناته. عدم مبالغة في غسل الرز لأن أنا بدي النخال تاعته أو القشرة تاعته مهمة جدا ومفيدة. طبعا الفواكه والخضروات اللي بتاكل طازجة لأنه عشان أحافظ على يكون الفيتامينات فيها موجودة. نحفظ الخضار زي اللي فيها الأوراق زي القس السبانخ غيره في مكان في الثلاجة، وبحط عليها قطعة من القماش مبلل عشان أحافظ عليها من الفساد. أيضا البرتقال والفواكه توضع في درجة حرارة عادية، الأفضل يعني طبق البطاطا بقشرها ثم نزل القشرة بعد طبقه. ليش؟ لأن القشرة ما تحت القشرة مهم جدا، وأثناء عملية أنا لو بدأ أنا أقليها قلي فأنا بدأ أنزع القشرة قبل السلق، فأنا هأخسر كثير من قيمتها البدائية. نصائح مهمة أثناء عملية الطهي، كنا يعني تكلمنا عن موضوع هذا، استعمال أقل كمية ممكن منها عشان أحافظ عليها وفائدتها، يعني طهو الطعام في أقصر وقت. عشان هيك بنقول يعني خيار يعني الطنجرة اللي هو آسف اللي هو طهو الطعام في أقصر
يعني الوطنجة الضغط مهمة جدا وذات فائدة كبيرة. لما أنا يعني لما ينضج الطعام عندي في تلت ساعة أنا بحافظ على قيمة غذائية كبيرة، على عكس لما ينضج الطعام في ساعة أو ساعتين هنبخسر كثير من القيمة الغذائية بتاعت الغذاء. طبعا عدم تقطيع الخضار إلى قطع صغيرة، كل ما أنا قطعت خضار إلى قطع صغيرة أكثر كل ما فقدت أكثر من فيتامينات من الفيتامين سي. عدم تخلص من الماء الخضار، ليش؟ لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الدائمة. طبعا سماع القدر الضغط احنا تكلمنا عنه. ملاحظات مهمة لربة المنزل: عدم رمي الأوراق الخضراء الموجودة في الجزر واللفتة، كل أوراق مهمة جدا ومهمة لصنع السلطة. دائما أنا في الوجبة الغذائية زي ما تكلمنا احنا أحافظ على السعرات الغذائية وما يكونش فيها سعرات، وتوازن الوجبة الغذائية بأنه يكون محتوي على جميع العناصر. ما أنا عدم وضع اللحم متيمة الماء المغلي مباشرة، هان أنا بفقد كثير من الفيتامينات. و لكن الأحسن طريقة لأنه أنا اللحم المجمد عشان أستعمله، أنا في الليل إذا كان أنا عندي عزومة في الليل بنزل اللحم المجمد إلى التبريد، ففي الصبح أو الظهر بكون عندي اللحم المجمد يعني سايح، وفي نفس الوقت انا محافظ على نفس القيمه، وفي نفس الوقت ما فيش امكانيه الالتزاز اني حاطه في الثلاجه. وجود الدقيق او النخاله في الدقيق مهم جدا، تكلمنا عن موضوع بسموه ايش، الحبه الكامله. الحبه الكامله بان انا احافظ على القشره وما اتخلصش من القشره. كل ما كان الدقيق ابيض كل ما كان اقل قيمه، كل ما كان الدقيق لونه اسود او لونه على البني او لونه لون النخاله كل ما كان اكثر قيمه. طبعا البيض هذا عادي سيئة، احيانا في ناس بيقول لك انه انا يعني اكل البيض ني مع الحليب او الشوكولاته، ما هذا عاده سيئه لانه ممكن يكون فيه يعني سالمونيلا او غيره. الافضل انه انا اكله ما اكلوش نيا، المفروض ما اكلوش نيا، اكله مستوي عشان لو في اي بكتيريا تتعرض للحراره وتموت. طبعا عدم استعمال زيت القلي اكثر ما كنا عارفين الكلام هذا. طبعا حفظ الطعام في الثلاجه، ويعني عدم قلي الخضروات قبل طبخها. الشواء دائما الشواء يعني أفضل من السلق والقلي. هناك بعض الممارسات الغير صحية هي بؤدي إلى يعني تلوث الطعام، زي عدم غسل الأيدي يعني بعد دخول الحاض، عدم غسل الأيدي، كلها طبعا كلنا عارفينها. و أيضا عدم الأطعمة في أماكن أوعية غير نظيفة، كله يعني كل عادات بدائية احنا كنا عارفينها وغالبا بنطبقها. أخيرا هتكلم إرشادات عامة في تناول وتحضير الأغذية الخاصة بالسلق. طبعا أثناء عملية التسوق يعني أنا ما اشتريش اللحوم والدجاج والأسماك في الأول وأنا ألف في كل المنطقة، لا أنا بشتري اللحوم والدواجن الأسماك في الآخر عشان ما يخربش معي في أثناء عملية الاستهلاك. ممنوع قلنا ممنوع نستهلك أو نشتري الأغذية المبعوجة، وقلنا ليش؟ لأنه في عنا أو المصدية، تكلمنا عن الموضوع هذا. عدم شراء المواد قلنا ساعة فساد إلا في الآخر. دائما أول ما بخش باجي بالدار بحط الأغذية اللي ساعة فساد زي يعني زي اللحوم وغيره والسمك والدجاج كذا بحطه في الثلاجة. أثناء التخزين دائما لازم نتكلم ونأكد تخزين اللحوم والدواجن والأسماك في أبرد مكان في الثلاجة. التبريد درجة حرارة التبريد بتكون من 2 إلى 4، ودرجة التسميد بتكون ناقص 18. سؤال مهم دائما بيجي، درجة حرارة التبريد من 2 إلى 4 ودرجة حرارة التسميد ناقص 18. تغلف اللحوم والأسماك يعني وتجمد في حالة عدم استعمالها خلال يومين. أثناء عملية التجهيز، وطبعا كنا عارفين هذه كيف عملية التجهيز وغسيل الأواني بشكل كويس، وإذا كان الواحد مريض يتجنب إنه يعني يحط كمام الآن أحسن حاجة لموضوع العطس أو الكحة. بعض الاقتراحات رامية إلى حد من حدود التسمم. هذا اللي جبناه احنا كان في حدث بشكل صحيح، يعني حدث في
في مصر، في الأردن بالذات، في الأردن في الصيف لقوا في 150 حالة تسمم بالشوامة، 150 حالة تسمم بالشوامة. طبعا هم وقفوا كل محلات الشوامة، لأنه مش ينتقل إيه زي وباء، وقفوا كل محلات الشوامة وصاروا يحققوا إيش سبب التلوث اللي صار، وأعطوا توصيات. طبعا أهم توصيات كثير، توصيات إلى علاقة بالنظافة، لقوا فيها عدم نظافة، توصيات إلى علاقة بعدم التبريد الجيد عدم الحفظ الجيد للشاورما، أيضا اللحمة نفسها، يعني في كثير منها الموظفين أو العاملين، شروط صحية للعاملين، يعني لازم يلتزموا بشروط صحية، لقوا إنه في كثير من العاملين لا يلتزموا بشروط صحية، وكثير من الأشياء هذه. لكن اللي أنا حبيت أأكد عليه مكتوب كله يعني طبعا، إنه لقوا أحد الأسباب المهمة لفساد الشاورما إنه هو استعمال المايونيز من يعني البيض المكسور. استعمال المايونيز، طبعا المايونيز بتستعمل من البيض بشكل اساسي، من البيض، من الخل، اي البيض، من البيض، من الخل، من زيت الذره، هذه والبيض طبعا، البيض، الخل، زيت الذره، هذه طبعا هي ايش المايونيز. فلقوا انه كثير من اصحاب المحلات بيقوم بصناعه المايونيز يعني من البيض مقتول، لانه طبعا ارخص عليهم. فهذا طبعا استعمال المايونيز والبيض المكسور ايضا ادى الى انه نوع ما تسموا هذا المايونيز كان فاسد، ما ادى الى يعني فساد الشاورما وادى الى عمليه الفساد. ايضا لقوا حاجه ثانيه كمان مهمه جدا غير المايونيز، بانه طبعا المهم في المايونيز يا جماعه انه لا يتعرض الى درجه حراره، اثناء صناعته لا يتعرض الى درجه حراره، فلو كان البيض فيه اي نوع من الفساد فطبعا هذا المايونيز حيكون فاسد وحيفسد لي اللي هو الشاورما. ايضا لقوا حاجه ثانيه مهمه كثير في موضوع اللي هو الشاورما، لقوا انه كيف نسميها هذه، انه عمليه الاستهلاك الدائم والزائد للشاورما. كيف يعني؟ بانه والله ان الشاورما لا يعني تنضج جيدا، لما يكون في عنده زحمه صاحب الشاورما، الاصل انه هي الشاورما ان شاء الله بتكونوا شايفين بشرحنا، هي الشاورما تقريبا 40 سم القطعه تبعها، هي بتكون مبرده ماشي الحال ما فيش مشكله، حتى لو كان فيها بعض البكتيريا، لو فيها بعض البكتيريا هنتعرض الى الحراره او الغاز هذا ممكن يقتل البكتيريا وبتكون هي ما فيش اي مشكله. المشكله وين؟ انه هان في بكتيريا يعني موجوده جوا والجو بصير حار، تتكاثر البكتيريا في الشاورما لكنها لا تتعرض الى درجه حراره كافيه. لما يكون في عنده زحمه بس احنا بنقول شفشف، يعني ما بيعرضهاش الى درجات كافيه من الحراره، مما يؤدي الى انه البكتيريا اللي فيها ما تموتش ويؤدي الى عمليه التسمم عن طريق الشاورما. يعني هان بننهي المحاضرة وإن شاء الله بنكمل يعني اللي هو في الوحدة الخامسة للإجراءات العامة لوقاية من الأمراض ونهوض بالصحة، وشكرا.